أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المساء اليمني. فاجعة جديدة تضاف لسجل جرائم الحوثي ومجزرة موجعة تؤكد الاستهداف الممنهج بقصف المدنيين وهدم البيوت على ساكنيها. فقد شهد حي النصيرية بتعز قصفا مدفعيا تسبب بمقتل وجرح 10 نصفهم من الأطفال. هذه تعز التي تنام على فاجعة وتصحو على أخرى، تحضر الصورة أمام أسر الضحايا وأهاليهم وتغيب أمام عالم يرى بنصف عين الحقيقة ويصمت عنها. سلسلة من جرائم الميليشيا ضد المدنيين في مدينة تعيش حصارا خانقا تمارس ضدها عملية ثأر بقصف يتكرر على الأحياء السكنية بقذائف الكاتيوشيا والدبابات التي تطلقها ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة على أطراف المدينة. تعز أصبحت اليوم مسرحا كبيرا للألم والدموع، للحصار والدماء، للقصف والقنص، للتجاهل والخذلان. فكيف يصمت العالم أمام صور الأطفال المبتورة أجزاءهم والخائفين على مصائرهم والسائلين على أطرافهم؟ كيف يسكت العالم لمنظر طفلة بيدها حلواها والتي لم تكملها، فقد كانت القذيفة أسرع من تلك اللحظات البسيطة؟ كيف لا يضج إعلامهم وصحفهم ولا تهتز ضمائرهم لو كان لديهم ضمير؟ وهل ستمضي الحرب بالتوازي مع هذه الجرائم التي ترقى لجرائم إبادة دون أن توقف هذه المأساة الإنسانية أو تحد منها؟ وتيرة العنف تزداد كلما خسر الحوثيون موقعا لهم في أي جبهة، هذا ما يقوله البعض، وبالتالي فإن خسائرهم في نهم ونجد قسيم كانت سببا في ردة فعلهم على رؤوس الأبرياء والمدنيين في النصيرية. كل هذا سنناقشه مع ضيوفي عبر سكايب، الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر الناشط الشبابي ومن الرياض، وكذلك عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، ومن نيويورك سيكون معنا سعادة السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، ومن تعز أيضا القيادي في المقاومة نبيل المقرمي. فأهلا بكم جميعا، وبداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا تغيب هذه المدينة إلا لتحضر تفاصيل أحداثها على صهوة وجع آخر وخبر جديد لمأساة إنسانية تصنعها الميليشيا بحق أبناء تعز. مجزرة النسيرية، جريمة جديدة راح ضحيتها 10 ما بين قتيل وجريح، كان للأطفال النصيب الأكبر فيها نتيجة القصف الممنهج من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية. وكأنما يراد لهذه المدينة أن تقدم أبناءها قربانا للحرية، فلا يكاد يمضي يوم دون أن تسقط فيه قذائف الموت على الأحياء والسكان. يغيب صوت الضمير العالمي أمام الأطفال والموجوعين، وتتوارى الصورة عن الضحايا وأعدادهم، وتغيب المنظمات الدولية عن أداء واجبها الإنساني تجاه ما يحدث في تعز. يحتدم القتال خارج المدينة، ويضيق الحال بالميليشيا في قرى وأرياف تعز، فيشتد قصفها على المدنيين العزل، ومعه ترتفع الأصوات المتسائلة: لماذا تقصف الميليشيا قلب المدينة المكتظة بالسكان إذا كانت الحرب تدور خارجها؟ ولماذا هذه الحرب؟ وما قيمة الانتصارات فيها إن لم تسفر عن حماية المدنيين وإخراس آلة القتل النهمة؟ تدور المواجهات في جبهات ثلاث في محيط المدينة، منها شرقي المدينة وجبهة الضباب والربيعي، فيما يجري الحديث عن تحضير عسكري لكسر الحصار المضروب على المدينة بعد استعادة نجد قسيم ومناطق محيطة بها. يرقب أبناء المدينة المنهكون بالحرب والحصار انتهاء هذه المرحلة العصيبة من حياتهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر من الرياض وهو الناشط السياسي. مساء الخير وضاح. وضاح، هل تسمعني؟ ألو. نعم وضاح، تسمعني الآن؟ أيوة أسمعكم جيدا. أيوة. طيب، بداية ما قولك أستاذ وضاح حول التطورات الإنسانية الأخيرة في تعز، خاصة يعني بعد جريمة النصيرية والتي يعني وأيضا قصف المتحف من ميليشيات الحوثي وصالح؟ طبعا من أهم التطورات الميدانية في محافظة تعز
قبل أيام عديدة تم تخريج عدد من الدفع العسكرية في قاعدة العناد القوية، والتي أيضا تمثل إضافة جديدة إلى الدفعات السابقة التي تم تدريبها وتأهيلها في بعض معسكرات المقاومة الشعبية في محافظة تعز، إلى جانب أن وصول عدد من الآليات العسكرية ووصول أيضا قائد المقاومة الشعبية قبل أيام الشيخ حمود سعيد المخلافي إلى محافظة تعز، هناك أيضا خطة طويلة أو خطة عسكرية حالية لتحرير المحافظة، لكن ما تزال هناك أيضا البعض من التخوفات، لكن تأهيل هذه الدفع العسكرية الجديدة سوف يمثل إضافة نوعية من أجل حين تحين لحظة الصفر التي قد تحدثنا عنها كثيرا، لكن يبدو أنها ستكون قريبة الآن، من أجل أن تكون هذه القوات العسكرية المشاركة التي تم تأهيلها في قاعدة العناد القوية هي إضافة جديدة من أجل حفظ الأمن في المحافظة وتحل إحلال مكان الميليشيات التي سوف يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. نعم، طيب وضح، يعني هناك من يعلق أن هذه الجرائم التي حدثت بعد زيارة مبعوث الأمم المتحدة والذي وعد بتشكيل ضغط حقيقي لإيقاف هذه الانتهاكات، ولكن للأسف يعني وكأن شيئا لم يكن. طبعا الجرائم التي مشكلتنا الآن الكبيرة هي هنا عدم تواجد آلة إعلامية حقيقية تعمل في صفوف الشرعية، حتى الآلة الإعلامية المتواجدة مع الشرعية والمقاومة كما قلنا في حلقة سابقة عبر قناة بلقيس وعدد من القنوات لا تستطيع أن تؤدي دورها الحقيقي، لذلك الآن الحوثيون وميليشيات المخروع تحاول استغلال الجرائم التي يقومون فيها في تعز من أجل أن تكون لصالحهم، ويقولون هذه انظروا إلى جرائم التحالف العربي في تعز، بينما في حقيقة الأمر هي جرائم يرتكبوها بحق المدنيين. أمس كانت هناك مجزرة في النسيرية راح ضحيتها العديد من الأطفال، إلى جانب العشرات أيضا من الجرحى معظمهم الأطفال، قد نكون رأينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات فضاعت تلك الجرائم، لكن كما قلنا ينقص الشرعية والمقاومة آلة إعلام حقيقية منظمة وموجهة في مواجهة الميليشيات، لأن هذه الميليشيات تعمل الآن على استغلال الجرائم التي ترتكبها في تعز وفي عدد من الأماكن لصالحها، لديهم آلة إعلامية وتجيش إعلامي في أوروبا، لديهم تجيش إعلامي في أمريكا، إلى جانب منظمات حقوقية كثيرة تعمل الآن في عدد من الدول باسم الميليشيات المخروع، إلى جانب أن هناك أيضا شيء واحد مهم أن إلى حد الآن السلك الدبلوماسي لم يتم تغييره في كل سفاراتنا، لا نعرف لماذا حتى الآن لم تسرع الحكومة ووزارة الخارجية بتغيير السلك الدبلوماسي، السلك الدبلوماسي الذي يجب أن يقوم بنشاط إعلامي مهم كونه يندرج تحت وزارة الخارجية مسمى دائرة الإعلام الخارجي، يجب أن يقوم الملحقين السياسيين والدبلوماسيين في كل السفارات بأداء دورهم من أجل توضيح للناس وللعالم الحقائق الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وعفاش، لكن معظم أعضاء السلك الدبلوماسي الآن والسفارات ما زالوا تحت سيطرة المخلوع علي عبد الله صالح والحوثي. نعم، طيب ولكن يعني وضح هناك يعني فجوة أيضا كما تحدثت بخصوص الآلة الإعلامية وأيضا على مستوى نشاط منظمات المجتمع المدني، يعني لو قمنا بمقارنة سنجد أن الطرف الآخر لديه إمكانيات هائلة ولديه قدرة على توصيل ما يريده حتى ولو كذبا إلى العالم، لكن هل يعني هذا أن ما يحدث في تعز يسكت عنه، خاصة يعني أن الإعلام المصاحب للشرعية ضعيف كما وصفته؟ طبعا يجب أن نقيم أنفسنا بشكل حقيقي، نحن نواجه آلة إعلامية ضخمة جدا تتبع الميليشيات المخلوع وتتبع أيضا ميليشيات الحوثي، لذلك هناك جوانب قصور كما قلنا في إعلام الشرعية من أجل توصيل إيصال حقيقة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، لابد من تشكيل لوبي ضغط أيضا إعلامي حقيقي بالتنسيق مع وزارة الإعلام اليمنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بالتنسيق مع ناشطين ومنظمات مجتمع مدني لتحقيق لفضح ما يجري على الأرض. طيب يعني هذه الفكرة وضح، اسمح لي إذا يعني أنت كرمت هذه الفكرة ربما يعني سننقلها لسعادة السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور أختي العزيزة.
مرحبا بك معنا سعادة السفير، ونود يعني أن نتساءل عن الدور الأممي كونك يعني مبعوثنا في الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة. يعني هناك جرائم عديدة ترتكبها الميليشيا في تعز مرة تلو أخرى، وكان يعني الكثير يتفائل بزيارة ممثل الأمم المتحدة إلى تعز، ولكن للأسف لم تقدم أي خطوة يعني إيجابية. أشكركم في البدء وأشكر قناتكم المتميزة لأنها تنقل رسالة إنسانية هامة تعبر عن مشاعر ومعاناة أبناء شعبنا اليمني في كل اليمن. وأؤكد مجددا أن ما يحدث على الأرض بعد اختطاف الدولة في سبتمبر من عام 2014 كان كما تعرفون كان انهيار لكل القيم المؤسسية، كان يعني اختطاف لمؤسسية الدولة ولرغبة اليمنيين في العيش تحت سقف الدولة المدنية الحديثة. ونحن نعرف أن المجتمع الدولي عمل منذ الخطوات الأولى من أجل إنجاح مسار التسوية السياسية في اليمن، وعمل على مواكبة مسار التسوية السياسية خطوة بخطوة حتى أخفقت تلك العملية باختطاف الدولة في سبتمبر من العام 2014 عندما أقدمت عصابات وميليشيات الحوثي على الاستيلاء على مؤسسات الدولة واختطافها. نحن نعرف أن ما يحدث اليوم في تعز يندى له جبين الإنسانية، ونعرف أن المجتمع الدولي لم يقدم الخطوات اللازمة ولم يقم بالخطوات الفاعلة لكبح جماح الميليشيات عن ممارسة القتل اليومي لأبناء شعبنا في تعز لاستخدام كل وسائل القتل والتدمير والترهيب. نعرف لماذا تدمر تعز، لأنها بكل ما تعنيه وكل ما تحمله من 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 معاني المدنية والحضارة وكل ما تحمله من معاني الرفض الفرز الطائفي والمناطقي. نعم. فأبناء تعز كانوا دائما لليمن ومن أجل اليمن، ومن هذا المنطلق فإن أتباع المخلوع يعاقبون هذه المحافظة، يعاقبون هذه المدينة من منطلق أنهم كانوا يعتقدوا بأنها إقطاعية خاصة تعود لهم بالأرباح، تعود لهم بالفوائد، وكانوا يعتقدون أبناء تعز سيبقون دائما ضمن هذه الإقطاعية التي تقبل بالإقصاء والإبعاد. وعندما قامت ثورة فبراير من عام 2011 كان أبناء تعز في مقدمة هذه الثورة. نعم. لرفض مشروع الدكتاتورية. نحن نريد من المجتمع الدولي أن يستمر في الضغط على القوى الإنقلابية لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مشاورات ديل لرفع الحصار على مدينة تعز، دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والمواد الطبية. ونحن سنستمر في الضغط مع المنظمات الدولية. أعتقد أن زيارة الوفد الأممي إلى تعز لها إيجابيات رغم أنها لم تنتج عن نتائج مطلوبة. نحن نطالب أيضا المبعوث الخاص للأمين العام بزيارة تعز لنؤكد للمجتمع الدولي أن معاناة تعز ينبغي أن لا تترك. عندما تنظر إلى معاناة المدينة ينبغي أن ينظر إليها ضمن اتفاقات وعملية التفاوض التي أجريناها في سويسرا. ينبغي أن يقرر المجتمع الدولي أنه لا نستطيع أن نتقدم في مسار التسوية إلا إذا تم رفع الحصار عن تعز، إلا إذا تم المشكلة يعني سعادة السفير إن سمحت لي، يعني المشكلة أن يبدو أن الأمم المتحدة تتعامل مع هذه القضية بنفس طويل، ومع ذلك يعني هناك خسائر مادية يومية ويعني في الأرواح والممتلكات أيضا. يعني ماذا عن التحركات السياسية الأخيرة؟ هل سيظل ولد الشيخ يعني ذاهبا وآتيا من هنا وهناك ولكن لا يوجد ضغط حقيقي؟ ما هي الضغوط التي يعني الحقيقية التي تمارس على الميليشيا للقبول ولتنفيذ أقل الشروط وهي شروط بناء الثقة؟ نعم، تعرفين أختي العزيزة من وقت مبكر حتى قبل أن يتم تحرير مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن كنت أقول أن الطريق الوحيد للخروج
باليمن الى 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 بر الامان هو تنفيذ القوى الانقلابيه لقرار مجلس الامن رقم 2216، وان رفضت تلك القوى الالتزام بمقررات الشرعيه الدوليه سيتم اكتثاثها من الارض. ونحن نتكلم حينها في شهر مايو من العام الماضي كان وضع الدولة والحكومة وضع صعب جدا، لم نكن نسيطر حتى إلا على أجزاء بسيطة جدا من الأرض اليمنية. اليوم نتكلم عن قوى انقلابية تنحسر في كل الجبهات، نتكلم عن انقلاب يعاني منه أبناء شعبنا في صنعاء وهم يخرجون يوميا بالمظاهرات وجميع أشكال الرفض لهذا لهذا التسلط الطائفي المريض الذي يدمر الكيان الاجتماعي لشعبنا اليمني. طيب. اليوم تعز ان شاء الله على قاب قوسين او ادنى من النصر وانحسار هذا الكابوس عنها. ففي الوقت الذي نعمل نحن على الارض ضمن جهود المقاومه الوطنيه وضمن جهود الجيش الوطني والتحالف، ايضا نعمل في المسار الدولي من اجل مزيد من الضغط على القوى الانقلابيه. اعتقد انهم باتوا قريبين من نقطه الاقرار بانهم لا يستطيعوا ان يغتصبوا الدوله وينتظروا من شعبنا اليمني ان يبقى مكتوف اليدين. تتحرك قوانا في كل الارض اليمنيه، في كل المناطق اليمنيه، حتى في تلك المناطق التي اعتقدوا انهم لديهم فيها تاثير جهوي او طائفي، صارت تنتفض عليهم وهي ستكون مقدمة لنهايتهم إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني هل سنشهد مفاوضات قادمة دون أن يطبق الميليشيا شروط بناء الثقة؟ هل يمكن للحكومة أن تدخل في مفاوضات جديدة برأيك؟ نحن في الحكومة اليمنية اتخذنا مبدأ رئيس فيما يتصل بالتعاطي مع المفاوضات. نحن جاهزون للذهاب إلى أي جولة للمفاوضات، إلى أي جولة قادمة، طالما وقد اتفقنا على أجندة المفاوضات التي أقر فيها الطرف الانقلابي بأنه ينفذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. فبالتالي نعرف أن الطرف الانقلابي يتعاطى مع موضوع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 بطريقة انتقائية، يريد أن يأخذ منه بعض المكاسب، ولكن ينبغي أن يفهم أن محتوى قرار مجلس الأمن رقم 2216 يعني العودة عن اختطاف الدولة. لا مجال آخر لاستيعاب قرار مجلس الأمن إلا بهذا المحتوى. فبالتالي ينبغي أن يقروا بأنهم اختطفوا الدولة وأنهم ينبغي أن يعيدوا هذه الدولة للشرعية. وعدا عن هذا فنحن بصدد اتخاذ إجراءات. نحن الآن نعمل على إعداد قوائم مجرمية الحرب، مجرمية الحرب في تعز، مجرمي الحرب من قوات من جنرالات الحرس الجمهوري ومن من امراء الحرب الحوثيين. سنقدم بهم نقدم قوائم بمجرمي الحرب، لاننا سننتقل الى مرحله قادمه لرفع هذه الكشوفات وتضمينهم ضمن قوائم العقوبات. هؤلاء سيعاقبوا امام التاريخ. لن تسقط جرائمهم بالتقادم. واحد، يعرف الطرف الحوثي انه اذا ما قبل اليوم بتنفيذ القرار 2216 وقبل الجلوس لاستعادة الدولة فهذا هو السبيل الوحيد، وإلا ستتحول إلى جماعة مرفوضة إرهابية إجرامية غير قانونية وسيتم مطاردتها بالقانون الدولي. هم لا. يعرفون أن مجالات المناورة صارت بسيطة ومحدودة بالنسبة لهم، ونحن في الحكومة نمدد يدنا للسلام. وكما قال فخامة رئيس الجمهورية، إذا قدموا خطوة واحدة باتجاه السلام سنقوم بالتقدم 10 خطوات في اتجاه السلام. ولكن سيادة السفير، يعني نحن معروف، يعني هناك من يرى لا مبالاة من قبل الميليشيا لا بقرارات الأمم المتحدة ولا بأيضا الضغوط التي تمارس عليها. ولكن أسألك أستاذ خالد، يعني ما هو الدور الذي تقومون به في الأمم المتحدة وأنتم صوت اليمن هناك؟ هذا ما نقوم فيه الآن. الآن نحن بصدد مراجعة وإعداد رد الحكومة اليمنية على مشروع التقرير الذي قدمه فريق الخبراء الخاص بالعقوبات باليمن. التقرير أشار بالتفصيل إلى جرائم علي عبد الله صالح
والحوثيين وتسليمهم للمعسكرات والأسلحة للعصابات ولعناصر القاعدة وعناصر الإرهاب مختلفة. أيضا هناك جوانب أخرى فيما يتعلق بالحصار المفروض على تعز. التقرير تحدث عن تجنيد الأطفال وهو محظور في القانون الدولي، وكل قتل الحوثيين في كل الجبهات أطفال يتم الزج بهم إلى جبهات القتال دون علم أهلهم بأنهم ذاهبون إلى ساحة الموت. التقرير يتحدث عن جرائم المال العام، النهب المال العام، كما تحدث التقرير السابق عن 60 مليار دولار قام بنهبها المخلوع صالح. هذا التقرير يتحدث عن 50 مليون دولار تم وضع اليد عليها، وهناك مليارات في الطريق. ويحث التقرير الدول، تقدم الحكومة اليمنية أيضا في ردها على التقرير المزيد من الإيضاحات والمزيد من المساعدة مع فريق الأمم المتحدة، لأن هناك مبالغ هائلة يمكن أن يتم حصرها ورصدها ويمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء. وليعرف شعبنا اليمني أن هذا القاتل الذي يعني ملأ حياته بالإحقاد والإقصاء والحقد على شعبنا الذي انتفض عليه في ثورة فبراير 2011، يعرف الجميع اليوم أن هناك الأموال ولا زالت لدينا القدرة على وضع اليد على هذه الأموال للاستفادة منها في عمليات إعادة. وهذا ما نأمله سعادة السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ وضاح. كان يتحدث الأستاذ خالد عن يعني عمل الأمة يعني السفارة هناك بمساعدة لجنة الخبراء والقرارات والعقوبات أيضا بالتقرير الذي صدر. هناك بعض التفصيلات التي يمكن أن تضاف، برأيك كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير للضغط على الميليشيا وإعادتها إلى جادة الصواب؟ طبعا أنا سمعت حديث مندوبنا في الأمم المتحدة الأستاذ خالد اليماني جيدا، لكن تحركات الأستاذ خالد اليماني وحدها لا تكفي على مستوى الأمم المتحدة وتواجده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. نحن بحاجة لسلك دبلوماسي يتحرك على كافة المستويات، على مستوى الاتحاد الأوروبي، على مستوى الاتحاد الآسيوي، على مستوى الاتحاد الأفريقي، على كافة المستويات الدبلوماسية الدولية، وليس على فقط مقصور على الأمم المتحدة. هناك أيضا الكثير من منظمات الأمم المتحدة أيضا متواجدة في دول أوروبا، لكن كما قلنا السلك الدبلوماسي ما زال تحت سيطرة الحوثيين وسيطرة الرئيس المخلوع. يجب أن يوجه سؤال للأستاذ عبد الملك، وزير عبد الملك المخلافي وزير الخارجية، لماذا لم يتم حتى الآن أي خطوات إجرائية من أجل تغيير السلك الدبلوماسي؟ هذا أولا. الخطوة الثانية التي يجب أن ننظر إليها، الأستاذ خالد اليماني تحدث عن تقديم المخلوع إلى المحاكمات الدولية. الحديث عن تقديم المخلوع أو ميليشيات الحوثي إلى المحاكمات الدولية غير مجدي الآن، كون الدولة لا تمر بالوضع الطبيعي، لكن كيف نستطيع أن نوثق هذه الجرائم الآن؟ ومن ثم في حالة عودة الوضع الطبيعي لاستتباب الدولة بالتوقيع على اتفاقية روما إلى جانب اتفاقية الجنايات الدولية، في ظل وجود مجلس نواب الشرعي هناك يستطيع البدء بتحريك الملف على المستوى القانوني والدولي وتقديم المخلوع علي عبد الله صالح وقيادة والحوثي وقيادة الحوثي وقيادة أيضا المخلوع كمجرمي حرب. لكن في التوقيت الحالي لابد أن يكون هناك تحركات على مستوى المنظمات الدولية من أجل التعامل مع هذا الملف بالذات. هذه المنظمات المحلية والدولية، هناك كثير من يشتكي من المنظمات الدولية الموجودة في الداخل بأنها يعني غير واضحة وغير صريحة، وربما تميل يعني نحو الميليشيا في تقاريرها وفي إصدار العديد من التقارير. أين دور المنظمات المحلية والدولية أيضا التي ربما تبحث عن الإنصاف؟ لا نريد أن نقول فقط أن تقف مع الشرعية، ولكن أن تقول للمخطئ أنت مخطئ. سيدتي العزيزة، كما قلنا وأسلفنا بأن تحركات منظمات المجتمع الدولي التابعة أو الناشطين التابعين للحوثيين يحظون برعاية ودعم أيضا استخباراتي إيراني. اليوم التحركات لبعض الناشطين في بريطانيا، تحركات في ألمانيا، تأتي تحركات في إطار حزب الله ودعم أيضا من المخابرات الإيرانية من أجل عمل معارض
والاستفادة أيضا من الصور والجرائم التي ارتكبوها في تعز في حق أبناء تعز، وأيضا التي ارتكبوها في حق أبناء الجنوب وارتكبوها في حق أبناء البيضاء، تأتي يتم تجنيدها وعمل معارض صور لها إلى جانب مقاطع فيديو على أساس أنها جرائم للتحالف العربي وهو ما ينافي الحقيقة. لذلك يجب أن يكون هناك أمر مدروس، وهذا لن يتم كما قلنا إلا عبر إعادة النظر في السلك الدبلوماسي، يكررها مرة أخرى وأكثر من ألف مرة، يجب إعادة النظر في السلك الدبلوماسي من أجل أن يقوم بتحركات أيضا واستقطاب الناشطين اليمنيين المساندين للشرعية للعمل معارض لفضح هذه الجرائم على كافة المحافل الدولية. نعم، إذا أستاذ وضاح ابقى معنا أنت والسادة المشاهدين، سنذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لا يكاد يمر يوم إلا وتسقط على تعز قذائف الموت التي ترسلها الميليشيا من مدافعها لتستقر في الأحياء السكنية فتدمرها وتفتك بالمدنيين. قصف ممنهج على الأطفال والنساء، ومن نجا من القصف طاله مصير الإهمال الطبي الناتج عن إغلاق معظم المستشفيات المدينة. 6 مواليد لم يتنفسوا الحياة بسبب عدم وجود الأكسجين في مستشفيات تعز. قتل قبل الحياة وجرائم لا تستثني أحد، هذا هو حال تعز التي تصحو وتنام على شظايا القصف والإجرام أمام مرأة ومسمع من العالم. حول جرائم الميليشيا التي طالت المدنيين في تعز خلال شهر يناير الماضي نتابع هذه المادة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ وضاح. أستاذ وضاح إذا ما تسمعوني أستاذ وضاح؟ ألو تسمعني أستاذ وضاح؟ أعيدي سؤالك أستاذتي. لم أبدأ بسؤال، أتأكد فقط أنك تسمعني أستاذ وضاح. يعني إذا عدنا إلى الحديث عن أسمع. نعم، إذا عدنا إلى الحديث عن إجراءات بناء الثقة والتي أيضا من بينها فك الحصار على تعز وإيقاف الانتهاكات بحق المدنيين، ما نلاحظ أستاذ وضاح أنه جرائم الميليشيا ربما ازدادت وتيرتها بعد الحديث عن إجراءات بناء الثقة، لماذا برأيك؟ طبعا الجرائم في تعز هي كما قلنا بشكل يومي، اخرها امس مجزره النسيريه، قبلها بايام كانت هناك مجزره تعبات، قبلها بايام ايضا عديده بحوالي اسبوع زمن او 10 ايام كان هناك مجزره الكوثر. ما تتعرض له تعز 10 اشهر حصار، يعني في حسب القانون الدولي واتفاقيه الامم المتحده الحصار هذا المطبق على المدينه يعتبر حرب اباده بحد ذاته. نعم طيب، يعني اذا لماذا يعني هناك استهداف للمدنيين وللاحياء السكنيه رغم الكثير من الحديث عن ضغوط دوليه وعن تجريم هذا الفعل؟ يعني ما الذي ستجنيه الميليشيا بهذه الافعال المخالفه للقوانين الانسانيه الدوليه؟ طبعا مع كل انتصار يحققه الجيش الوطني او المقاومه الشعبيه يكون هناك قصف مرافق لقصف للمدنيين، قصف للاحياء. طبعا نعرف ان خلال الفتره السابقه تم استعاده وتحرير العديد من المناطق في نجد قستيم، في صبر، الى جانب ايضا وصول كما قلنا تعزيزات او تخرج عدد من الدفعات العسكريه في قاعده العناب، في عدد من المعسكرات التابعه للمقاومه الشعبيه. كل عمليه انتصار للمقاومه الشعبيه او الجيش الوطني في تعز يتبعه عمليه مرافقه من القصف للمدنيين. لذلك سياتون فيما بعد ويقولون لنا
تصالح تسامح، هذا الكلام كله مرفوض. الفترة القادمة ستشهد أيضا إن شاء الله انتصارات في عدد من المناطق، هناك ترتيبات أيضا لتأمين عدد من المنافذ للمدينة عبر هيئة العبد وغيرها، هناك أيضا الآن ترتيبات معينة لعمليات نوعية مفاجئة خصوصا مع تقدم وحسم المعركة البدء في اقتراب معركة صنعاء، الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حرارة الجهة الغربية سنشهد، أنا أتوقع أن تشهد خلال الأيام القادمة أو إن لم يكن خلال الشهر القادم عمليات انهيار مفاجئ لهذه الميليشيات، وهم يريدون أن يصنعون أكبر كم من الألم بالمدنيين، لكن ما تدفعه تعز هو ثمن باهظ يجب أن لا يمر مرور الكرام، لكن من أجل تعزيز حضور الدولة واليمن الفيدرالي وتعزيز مخرجات الحوار الوطني كان لابد علينا أن ندفع هذا الثمن باهظا، ولذلك لن تتراجع تعز عن خيار الفيدرالية أو الدولة المدنية. تعز اليوم صار زي مثلها مثل أي محافظة أو في جمهورية، صار سقفها الخيار عالي، لا يوجد حل أو مخرج لنا إلا الدولة الفيدرالية. نعم، سمح لنا أستاذ وضح أن يشترك معنا في الحديث العقيد نبيل المقرمي القيادي في المقاومة بتعز. مساء الخير سيادة العقيد. بداية سيادة العقيد نود أن تطلعنا على آخر المستجدات في الميدان لديكم. شكرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آخر المستجدات بالنسبة لجبهة المتلقي تقدم كبير جدا، بحيث تم رسميا الإعلان عن فتح قصر النجد الحسين، وانتقلت قوات اللواء 35 مع المقاومة الشعبية إلى محاصرة مركز جزيرة المتلقي. هذا العمل يؤدى إلى رفع معنويات المقاتلين بشكل كبير جدا. نعم. طيب سيادة العقد، يعني هل أنتم مسنودون بقوات من الجيش الوطني أو بإمدادات من قبل التحالف؟ بالنسبة للجيش الوطني موجود محافظ قوات اللواء 35 من الراح، والتعاون الكبير ودعم مستمر من قبل التحالف للدولة تدريب يقومون بدعم القوات الشرعية والمقاومة الشعبية. نعم. طيب سيادة العقيد، يعني ربما هناك كثير من يقرأ أن أي تقدم للمقاومة في أي جبهة يزداد القصف على المدنيين، هل يعني هناك نجاحات محققة في تعز حتى يعني تمت مجزرة الأمس بحي النسيرية؟ الحمد لله رب العالمين، وان كانت التقدمات بطيئه الا اننا نحسن مقارنه مع ما يملكه العدو من جيل عميقا تبدا بدورها حتى 30 عام، الا ان التقدمات موجوده والنقل يتحقق والثوره والمقاومه في طريقها ان شاء الله، ولن نتراجع قيد الله عن الخيار الذي اخترناه، خيار الكفاح، خيار النضال، خيار المقاومه حتى عودة البلاد الى الشرعيه الدستوريه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك العقيد نبيل المقرمي القيادي في المقاومه بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ وضاح، يعني أنت كنت تتحدث عن هذه النقطة أنه كلما أوجعت الميليشيا في جهة فإنها تقوم بقصف المدنيين، ولكن دعنا نتحدث عن الوضع الإنساني في ظل هذه الجرائم. برأيك أين هو الدور الإغاثي الإنساني لتقديم المساعدات الإنسانية الواجبة لتعز؟ طبعا المساعدة الإنسانية التي تحدث مندوب الأمم المتحدة بعد نزول لجنة الإغاثة، تم إدخال بعض من المواد الغذائية وقاطرات محدودة من أجل الترويج أن تعز غير محاصرة، استخدمتها الميليشيات بشكل ذكي، قامت بإدخال بعض المساعدات الغذائية من أجل أن يصور المجتمع الدولي أن المساعدات الغذائية وصلت وليس هناك إشكالية من جانب الميليشيات في دخول هذه المساعدات إلى تعز، لكن في حقيقة الأمر لم تصل هذه المساعدات، أكثر من 286 قاطرة تابعة للغذاء العالمي لم تصل إلى تعز، وتم احتجازها من قبل الميليشيات والمتاجرة بها في السوق السوداء.
لكن يبدو صار من الضرورة الحديث عن ضرورة تعزيز الإنزال الجوي في تعز أو في أماكن مختلفة من أجل كسر الحصار، إلى جانب تأمين الطريق المؤدي من هيجة العبد وأيضا الاستفادة من المربعات التي حررتها المقاومة خلال الفترة السابقة. لماذا برأيك أستاذ وضح لم يتم كل ذلك؟ أستاذ وضح لماذا لم يتم كل ذلك؟ هل يعني التحالف قاصر النظر لهذه الدرجة، لا يستطيع أن يعرف أنه أن المدنيين بحاجة إلى إنزال إمدادات تموينية وطبية أيضا وغذائية؟ سيدتي العزيزة، يجب أن نعرف حقيقة واحدة، أن تعز الآن من عدد القوات العسكرية والألوية العسكرية التي تحارب في تعز قوام 17 لواء عسكري بكامل العتاد، لذلك هم الآن حاولوا يفتحوا جبهات في الأرياف، حاولوا أن أيضا السيطرة على بعض المرتفعات والتواجد فيها في حيفان في قريب أيضا من الصول من أجل ضرب المناطق الآمنة مثل التربة وغيرها، حاولوا تشتيت كثير من الجهود، وأيضا بحكم الكثافة السكانية لمحافظة تعز تظل هناك أيضا صعوبة في خلق مواجهات مباشرة في بعض الأماكن، لأن ميليشيات الحوثي الآن في المنطقة الشرقية مثلا في تعز متواجدة في مناطق تجمعات سكانية، وهو ما يستدعي التحالف العربي والجيش الوطني إلى التعامل مع تواجد تلك الميليشيات والقوات العسكرية في المناطق الأهلة بالسكان، التعامل بشكل بنوع من الحذر، كونهم سيستغل إذا ما تم التعامل معهم بقصف طيران أو غيرها من عمليات، وسيحدث سقوط عديد من المدنيين، وهو ما سيؤدي بهم إلى استغلال هذا الأمر في محاولة شق صف المقاومة والجيش الوطني واستخدام أن هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وغيرها. لذلك المقاومة بحاجة الآن إلى تغيير والجيش الوطني تغيير في الاستراتيجية، تغيير في الآلية، أيضا التخوفات، هناك نية حقيقية بتحرير تعز، لكن يجب أن نكون واقعيين، ما يحدث الآن في تعز أيضا من حصار من قبل الحوثيين يحتاج ايضا الى تعامل استراتيجي الان، بناء اعاده بناء الجيش الوطني ونواه الجيش الوطني قبل ان ننتقل لهذه النقاط. استاذ وضح عمليات مدروسه من اجل احلال هذه القوات في تعز. نبقى عند موضوع الاغاثه، وربما سيكون معنا يعني بدلو اكثر منا الاستاذ عبد الكريم شمس الرئيس ائتلاف الاغاثه الانسانيه بتعز. مساء الخير استاذ عبد الكريم. مساء النور. أستاذ عبد الكريم، أنتم في ائتلاف الإغاثة يعني هل من جديد لديكم على صعيد المساعدات الإنسانية الأممية تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليس هناك جديد خلال الأسبوعين الماضيين بالنسبة للإغاثة، إلا أن قبل أسبوعين حوالي من الآن زار وفد أممي المنطقة المحطة في محافظة تعز، وأثناء في إرادته وأدخل حوالي 3000 طلة غذائية وتم توزيعها، وحدث بعد ذلك لأنه سيدخل أيضا حوالي 3000 طلة غذائية، إلا أنه إلى هذه اللحظة لم يحصل منها توزيعها إلى تعز، ربما في تأخر. وهناك حوالي 22 قافلة مقدمة من الفوضية الثانية للاجئين ما زالت في الحوضان لها أكثر من 3 أسابيع. وهذه جزء منها تدخل الى المنطقه المحاصره، والجزء الاخر سيوزع ان شاء الله في ساعه واحده من منطقه المسلح. عامة ما زالت محاوره على المنطقه المحاصره المتمثله في 3 مديريات اللي هي القاهره والمضافه والاطار، تعيش تحت ميناء القصر، وفي نفس الوقت تعيش محاصره كما هي، لم يحصل انفراج من المشكله التي تعيشها هذه المديريات بشكل خاص والمحافظة بشكل. إذن كيف تقيم الوضع الإنساني الإغاثي والصحي خصوصا بعد تزايد الجرائم بحق المدنيين في تعز، إلى أي مرحلة وصلوا؟ طبعا القصف حاليا بالذات يعني لا يقيم بأن نحن نستطيع أن نشخصه، بل ما زال الوضع كما هو، بل استبداد ضراوة في منطقة الشعبات ومنطقة المسيرية، وخاصة أن المناطق هذه تقصف في الأونة الأخيرة لا يسكن فيها إلا الأطفال والنساء، وأكثر الخطرة في المرحلة الأخيرة هذه هو من الأطفال للأسف يعني، ولا أحد يوقف هذا القصف، وكأنه بما يقوم به الحوثي لا أحد سيحاسبه في هذا العالم، وكأن كاميرات العالم وفضائيات العالم لا تبصر ما يقوم به ولا يأبى ما يقدمه أو من يقدمه من الحقوقيين سواء في داخل اليمن أو خارج اليمن مما يقوم به. الإغاثة أيضا نفس الكلام، لا
كان تدخل، ورغم ان الرئيس البنيان اودي الغيثه الدكتور عبد الرزاق فتحي ينادي بارتقاء الغيثه من منطقه التربه بعد ان تصل الى التربه من محافظه عدن، ولكن للاسف ما زال الوضع كما هو. النظام العالمي والمعاونات السعوديه بعض المنظمات السعوديه تشتغل عن تحقيق هذه المعاونات اما من منطقه الحديده او من محافظات صنعاء، وعندما تاتي المعاونات هذه من محافظه صنعاء او الحديده في كلا العملين تعرض للخطر وربما لا تصل الى ابناء محافظه الشعيب بشكل حق. نعم، طيب كان هناك احتياجات ملحه استاذ عبد الكريم خاصه في الاكسجين بالنسبه للمستشفيات، هل هناك اي مساعدات في هذا الجانب بالذات سواء محليه او دوليه؟ استاذ عبد الكريم هل ما زلت معي؟ استاذ عبد الكريم هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ عبد الكريم. عودة إليك أستاذ وضاح، عودة أخيرة أود منك، يعني كنت تتحدث قبل الاتصال عن مجموعة من النقاط التي يجب القيام بها، خطوات مهمة سواء من قبل المقاومة والحكومة الشرعية أو من قبل المجتمع الدولي، تفضل. أستاذة آسيا ممكن لو سمحتي إعادة السؤال؟ يعني تحدثنا قبل الاتصال مع الأستاذ عبد الكريم، أنت كنت انتقلت إلى نقطة أهم النقاط التي على الجيش الوطني المقاومة الشرعية أيضا القيام بها فيما يخص الإشكالية في تعز وخاصة يعني حول المجتمع الدولي. طبعا كما قلنا هناك الآن من مطبخ الحوثي وعفاش يحاول التشكيك في نية التحالف العربي والمقاومة الوطنية وأيضا في القيادة السياسية بحسم المعركة في تعز، لكن كما نقول أن هناك يبدو على ما يبدو تخوفات كانت لدى التحالف العربي في حال تم تحرير تعز في عملية خاطفة، يستطيع التحالف العربي أن يحرر تعز في عمليات خاطفة وبأسرع وقت ممكن، لكن ما بعد التحرير تبقى هي المشكلة الأهم، ولذلك كان لابد من تدريب كما قلنا عدد من الدفع كنوال الجيش الوطني من أبناء تعز الذين تم تدريبهم في العنات في عدد من ايضا من المعسكرات التابعه للشرعيه من اجل ان تكون عمليه تحرير تعز عمليه مدروسه، لا نستطيع بعدها لا يكون بعدها مواجهه عدد المشكلات. تم الاستفاده من تحرير عدن من المحافظات الجنوبيه من الاستفاده من بعض الاشكاليات التي حدثت فيما بعد مساله التحرير، مساله ضبط الامن الداخلي التي تعتبر عمليه مهمه جدا، لذلك يبدو ان التحالف العربي ايضا والجيش الوطني قد استفاد من تجربه تحرير المناطق الجنوبيه من اجل ان لا تتكرر التجربه في تعز، سيكون هناك علي عبد الله صالح ما زال يمتلك القدره على تحريك اذرعه في القاعده اذرع القاعده في الجنوب تحت مسمى انصار الشريعه تحت مسمى داعش مسميات مختلفه، لا نريد التجربه هذه ان تتكرر في تعز، لذلك عمليه تحرير تعز لا أن تكون عملية مدروسة بإحلال الجيش الوطني الدفع التي تم تدريبها في عدد من المواقع العسكرية من أجل أن لا تحدث هذه الإشكالية ويتم استكمال تحرير بقية المحافظات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الرياض في هذا المساء اليمني. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.